كفاعل جمعوي وك كفاعل خير بغيت ندير الخير في الناس اللي المعوزين اللي في السبيطار ديال سيدي عثمان مولاي رشيد، سيرتو مولاي رشيد اللي تابع للساكنه وتابع العياده ديالي اللي كانت اللي في نفس المنطقه. كيجيو عندي الناس بزاف، عندك هناك نقص حاد في الطبيب وفي الجراحه بالنسبه للطب العيون في المستشفى. دونك ارتأيت على وتبعت النداء ديال السيد وزير الصحه اللي دار اتفاقيه شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وباش نتعاونوا وباش نتبعوا داك المرسوم مشيت عند السيد المدير الجهوي اللي رحب بالفكره وقال لي ما كاين حتى شي مشكله دكتور، يمكن لينا نشرعوا في اتفاقيه شراكه ونديروا هذا المشروع هذا ونقننوه وما كاين مشكل. باش نبداو غادي تمشي عند السيد المندوب وتقول ليه الفكره، وانا هضرت معاه كل شيء وان شاء الله ما يكون على خير. وفعلا مشيت عند السيد المندوب ديال وزاره الصحه بمقاطعه مولاي رشيد اللي رحب بيا الله يجازيه بخير وقال لي تبارك الله عليك يا دكتور، حنا كنتعرفوا في العلاقه وهذا 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 ويمكن ها. قال لي شنو المطلوب؟ قلت لي بغيت الناس عندكم هنا خصاص، بغيت نجي ندوز الناس في سبيل الله. حضرت مع السيد المدير الجهوي وراه وصلني لك باش نديرو اتفاقيه شراكه وباش نشوف الناس ديالكم هنايا فحوصات وتطبيب والجراحه. هو يصدمني ويقول لي لا ما يمكن لكش، لا غادي نحبسك ما يمكنش نديرو شراكه، حنا ما محتاجينش الظرفيه الحاليه ما محتاجينش نديرو شراكه مع القطاع الخاص. الله يودي يا الاستاذ، هو واحد طبيب اختصاصي تقلب عليه بالريق الناشف باش يخدم في القطاع العام راه ما كايناش، ويخدم واخا تخلصو ما غاديش يبغي يخدم لك، وانت كتقول لي لا ما يمكنش. هذا ما عرفت هادشي غريب. قال لي هو يستدرك قال لي لا غادي نبدا نجمع لك المرضى وجي فتح ليهم. قلت لي انا هذا ماشي ما يمكنش نديرو هاد الحاله هذه، لان الناس انسان بشري كيحتاج الفحص كيحتاج الفحوصات الطبيه وفحوصات بيولوجيه وعاده باش كندوزو للجراحه. دونك انا ما يمكنليش ندير هذا الشيء وما يمكنليش انا المريض الا ما شفتوش ما يمكنليش نفتح ليه، ماشي تجيب لي المرضى تدخلهم للبلوك وتقول لي هذا يفتح لي هذا الشيء، ما يمكنش ندير هذه الخدمه هذه، لان المعايير والالتزامات هي هذه العالميه. ضروري خصك دير التحاليل، ضروري تشوف المريض وتكشف عليه عاد تفتح ليه. دونك وانا عندي المغاربه بحال ديال القطاع العام بحال ديال القطاع الخاص، الناس بحال سواسيه، نفس الظروف اللي يمكن نفتحوا في القطاع العام نفتحوا في القطاع الخاص ولا ميم شوز. دونك هذا الشيء صدمني، دونك قلت لا ما يمكنش نديروا شراكه. وهذا المشكل هذا ما عرفتش هذا السيد هذا المندوب هذا لا مسؤول، لان الشراكه خاص حتى عليها الوزير وحتى عليها سيدنا باش نرفعوا البلاد باش نرفعوا بقي المواطن والمواطن المغربي اللي يكون بسيط واللي يكون لاباس عليه بحال. سبيطار سيدي عثمان كاينه طبيبه وحده، والطبيبه اللي كتجي خطره في السيمانه والصحه ديالها قليله، ديما عندها كتدفع لهم شواهد طبيه وما كتفتحش، والناس كثار في السبيطار. دونك كيفيك وقع هذا المشكل؟ حنا انا دزت في هذا السبيطار هذه 23 سنه، ملي كنت دزت في السبيطار كنا ربعة ديال الأطباء هذه 23 سنة. وتصور في 2000 كانوا 23 كنا ربعة ديال الأطباء، ودابا 23 سنة من بعد الكثافة السكانية بيان سيغ تزادت، ولات طبيبة وحدة والطبيبة ما قداش على قد الحال. هذا مشكل خطير. دونك أنا قلت لهذا السيد المندوب قلت ليه هذا الشيء اللي كتقول راه ما يمكنش، هذا الشيء خطير اللي كتقول، انا اداري دونك خصك تفعل وتكتب لي هذا الشيء. عطيته الموقع قلت له لا دوموند ديالي، انا بغيت نخدم بينيفول بغيت نخدم مجانا نشوف الناس ونفتح لهم فابور، وها لا ليتر ديالي كما تحملت انا المسؤوليه، انا تحمل المسؤوليه وجاوبني ما حشمش، جاوبني كتابه بان حنا لحد الساعه ما محتاجينش اتفاقيه شراكه مع القطاع الخاص. وهذا كيألمني بزاف وصدمني،
منين رجعت عند المندوب عند المدير الجهوي وقلت ليه اش كاين، قال لي ما كاين مشكل نعطيوك شي سبيطار اخر. قلت ليه شريف انا راه ما كنقلبش على خدمه، انا راه خدمه تبارك الله عندي كثيره لا في العياده ديالي ولا في المصحات الخاصه، راه ما كاين مشكل، انا راه بغيت نعاون نساعد نساعد الساكنه فين كاينه العياده ديالي، المنطقه اللي فين كاينه العياده ديالي والناس ديالي نساعد الساكنه، وماشي انا تقول لي انا خدام هنا في 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 في, في سباته وتقول لي سير الحيحات انا ولا سير البرنو سير الدوز، ما يمكنش. قلت انا الناس بغيت نعاون، شوفوا نتوما خصكم تقلبوا على 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 شراكات اخرين مع اطباء اخرين ديال القطاع الخاص يخدموا في القطاع العام، وهذه بديهيا ما كنظنش انا واش يلقاو شي حد يخدم لهم حاجه.